وللمزيد من النقاش والتحليل حول الانتخابات الرئاسية في إيران ورفض مجلس صيانة الدستور طلبات ترشح بعض المتقدمين وتداعيات ملف الانتخابات على الملف النووي، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة. مرحبا بك معنا أستاذ نوري. مرحبا، مساء الخير. مساء الخير. مجلس صيانة الدستور كما هو واضح رفض الترشيح علي لارجاني وإسحاق جهانجيري وأحمد نجاد للانتخابات الرئاسية، بماذا تفسر استبعاد هذه الأسماء تحديدا؟ يبدو أن التيار اليميني المسيطر على مقدرات السلطة في البلاد وتحديدا إدارة بيت المرشد، وحين نتحدث بين قوسين حول إدارة بيت المرشد هي إدارة متكاملة تشبه وزارة شؤون البلاط الملكي في البلدان الملكية، وهناك يبدو أنه اتخذ القرار أنه في هذه المرة تحديدا حيث هناك المشروع النووي الإيراني في حالة شيء من التقدم، حتى ربما بين قوسين في بعض المعلومات تشير أن التقدم إيران نحو الحصول على ما تريدها من القنبلة النووية أو غيرها، ومن جهة أخرى المفاوضات المستمرة مع الغرب بذات الاتجاه. فتريد الإدارة الإيرانية إدارة بيت المرشد أن الصوت الإيراني التي سيخرج إلى العالم يخرج في الواقع متناغم هذه المرة، يختلف عن السابق. ومن جهة أخرى لدى التيار اليميني الطمع الكبير والطموح إلى إبعاد الإصلاحيين أو بين قوسين الإصلاحيين والمعتدلين، أو أنا أسميهم المنافسين هم في السلطة، إبعادهم عن قليلا عن الدائرة السياسية وصنع القرار في إيران وتمسك الأمور لعل هذا ما يفسر تمرير ترشيح محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي ورئيس اتحاد الرياضة محسن مهر علي زادة. نعم، شوف عبد الناصر همتي ومهر علي زاده كان مرشح سابق وهذا ياتي ويذهب، لا يعول عليه كثيرا. نعم. ومهر علي وهكذا، يعني عبد الناصر همتي هو شخص تكنوقراط، يعني لا ما ممكن احنا نصنف جزء اليمين او اليسار او كذا ولا تكنوقراط، رجل مصرفي والى باع بالشؤون المصرفيه والماليه والى اخره. فايضا هذا لا يمكن يكون بالحساب ولا حتى محل اهتمام الجانب الإصلاحي أو الجانب المعتدل في إيران وإلى آخره، وإنما هذا في سياق عمل مجلس صيانة الدستور جاءوا كي يبرروها للشارع والرأي العام الإيراني، أن في الواقع دراسة ملفات مرشحي الانتخابات تمت بعناية تامة. أريد أشير إلى نقطة هامة، أن الملف أو غائمة الذين تم تزكيتهم من قبل مجلس صيانة الدستور لم تنتهي بعد، بمعنى أنه 7 تم إعلانهم أنه تم تزكيتهم والآخرين رفضوا، لكن هناك ليس في الدستور الإيراني ولكن توجد مادة في القوانين الإيرانية تحت عنوان حكم حكومتي، أي الحكم السيادي أو الدستور السيادي من قبل المرشد، يستطيع المرشد أن يتدخل و يضيف على سبيل المثال اسم لارجاني ضمن المترشحين، وهذا ما يطمح له اليوم الاصلاحيين والمعتدلين وكل اخرين. يبدو هناك مفاوضات ما داخل البيت الايراني حول اعاده لارجاني الى المشهد. نعم، هذا يثير سؤال استاذ نوري عن مستقبل السياسه الخارجيه في ظل توقعات بانتخاب رئيس بين قوسين يعني متشدد وصوله الى الرئاسه على سبيل المثال. فهل سيبدو هناك تغيير أو اختلاف في السياسة الخارجية لإيران؟ أنا لا أظن ذلك، يعني هذا ما نظرنا إلى الماضي قبل شهر، يعني من الآن أو أقل تحدث جواد ظريف ضمن تسجيل مسرب أن ما يدار في الميدان بين قوسين في الشرق الأوسط، ما يعمله فيلق القدس، هو جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية، وأن ما تعمله الوزارة الخارجية هي فقط تعمل يعني بشكل آخر الواجهة الدبلوماسية لهذه السياسة الميدانية لما يحدث على الأرض في من حروب داخل عصبي المثال سوريا، أحداث العراق، لبنان، اليمن وإلى آخره، واجهتها الدبلوماسية هي وزارة الخارجية.
والعمل على قوات القدس التابعة لحرس الثورة. بمعنى آخر أن السياسة الخارجية الإيرانية لن تتغير. لماذا؟ لأن الدور الذي كانت تلعبه وزارة الخارجية اليوم سيترجم بشكل آخر بنفس السياق، ربما بأقل وتيرة وأكثر. نعم. نعم. أشكرك جزيلا ضيفي الكريم الأستاذ نوري حمزة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من ستوكهولم.